مفهوم ليس فقط استعماري، هذا مفهوم نازي، اوف 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 مفهوم حزب هتلر طبعا. يعني اختارها البرابره. يوسف بن تاشفين كان بربري هو الذي قرر العربيه، والمهدي بن تومرت بربري هو الذي فرض العربيه، نعم، ويعقوب المنصور طيب خليني بس الموحديه استاذ البربريه استاذ وهي التي عبد الصمد فرضت العربيه وليس بإرادة أخرى. في كلام مر لا نستطيع أن لا نتوقف عنده. يعني حضرتك وكأنك تتهم كل من يصر على أمازيغيته وعلى انتمائه الأمازيغي طبعاً في المغرب بأنه طبعاً نازي، بأنه طبعاً نازي، وبأنه طبعاً طبعاً. طبعاً كيف؟ دعوني أرحب بضيوفي من المغرب، الأستاذ عبد الصمد بالكبير، أستاذ جامعي وبرلماني سابق، وأيضا الكاتب والدكتور في التاريخ عبد الله بوشطارت، لكل شخص آراءه الخاصة. دعوني أبدأ مع أستاذ عبد الله بوشطارت الذي يعتبر أن المغرب هي أمازيغية وليست عربية، ويعتبر نفسه أمازيغي وليس بعربي، وله آراء من هذا النوع. أستاذ بوشطارت مساء الخير. مساء النور سيدي، شكرا على الاستضافة. أهلا وسهلا بك. أستاذ عبد الصمد أيضا مساء الخير. يمكن بعد ما عم يسمعني، خليني ابتدي مع أستاذ عبد الله بوشطارت. أستاذ عبد الله بوشطارت، لماذا تصر على أنك أمازيغي ولست بعربي؟ شكرا. أنا لا أصر على أن أكون أو أن أدعي شيء. أنا إنسان أو كائن ثقافي، كائن اجتماعي، أعيش في منطقة أو في وطن أمازيغي بالجغرافيا، بالتاريخ، وباللغة، وبالحضارة أيضا، وبالثقافة. فلا يمكن للإنسان مثلا في الصين او في فرنسا او في بلد اخر ان يدعي الهويه التي لا تنتمي الى بلده ووطنه، ولا يعبر عنها المقومات الثقافيه والاركيولوجيه والتاريخيه التي تحدد هويه الانسان. فانا امازيغي لانني اقطن واسكن في وطن وفي بلد امازيغي بالاولويه منذ آلاف السنين. يعني أستاذ عبد الله كلامك خطير شوي. يعني أنت عم بتقول لا أنتمي إلى الهوية العربية، وكأنك أنت اليوم ملزم بتلك الهوية، يعني وكأنك أجبرت على أن يطلق عليك إنك عربي، وأنت لا تلتزم ولا لك أي علاقة بتلك الهوية العربية، ولا لك أي اتصال، لا روحي ولا معنوي ولا يعني ما بعرف كيف بدي احدد لك اياها. يعني عندما تقول انني لا انتمي الى تلك الهوية، انا لا ارى اي خطورة في كلامي. ربما انت يظهر لك ذلك، لا اعرف لماذا تظهر لك الخطورة في كلامي، وانا اتحدث بلغة عربية تعلمتها في المدرسة، ومن بين اللغات التي الحية في المغرب، لأنها لغة الدولة ولغة الدين ولغة المدرسة، ولكن ليست لغتي الأم. يجب أن نعرف حقيقة اجتماعية وتاريخية، أنني أنا درست اللغة العربية وتعلمتها في المدرسة، كما يمكن لي أن أتعلم الفرنسية والإسبانية. فلغتي الأم هي اللغة الأمازيغية، لغة والدتي. أمي وأبي لا يتحدثان اللغة العربية، سواء الفصحى التي أتحدث بها الآن أو العامية الرائجة في الشارع. فنحن غير ناطقين باللغة العربية، نحن نتعلم اللغة العربية في المدرسة لسبب بسيط، لأنها لغة الدولة ولغة الدين. الدولة بسبب القومية العربية وبسبب تبنيها للعروبة والسلفية في زمن من أزمنة الصراع مع الاستعمار، تبنت الدولة للأسف هذا التوجه. كان عليها أن تتبنى توجهات أخرى لتنمية وإنعاش اللغة. ولكن السؤال الأصلية، السؤال، يعني أنت لا تشعر بأي انتماء عربي؟
هذا سؤال غريب، كيف أشعر بالانتماء العربي؟ هل ستسأل مثلا مواطن سنغالي أو مواطن في الكوت ديفوار أو مواطن في فرنسا أن تقول له أنت تنتمي أو شعور؟ ولكن أنت عربي. مواطن في المغرب سيدي. نعم أنا مواطن في المغرب، والمغرب تنظمه قوانين ودستوره يرسم اللغة العربية، واللغة الرسمية هي أيضا اللغة الأمازيغية يعني التي انتزعناها وفرضناها بنضال مرير وبتضحيات. فأنا لا أحتاج إلى الانتماء إلى وطن آخر أو إلى قومية أخرى. فأنا يعني جاءت إلى المغرب في مرحلة من المراحل، مثلا اللغة الفرنسية أكثر استعمالا في المغرب من العربية الفصحى، في المدارس، في الاقتصاد، في الضريبة، في السياحة، في كل شيء. نحن بلد متعدد ولكن أنتمي إلى إفريقيا. إفريقيا لا أعتقد أن فيها هوية عربية، فيها هويات إفريقية أمازيغية ولكن بثقافات متعددة. ومن هناك بينها هناك بلدان عربية كثيرة في أفريقيا سيدي، هناك مصر، هناك ليبيا، هناك الجزائر، هناك تونس، هناك السودان، هناك موريتانيا، هناك الصومال، هناك جيبوتي، هناك جزر القمر. يعني كل هذه الدول موجودة في أفريقيا وهي تنتمي إلى جامعة الدول العربية ويعتبرون إنهم عرب. سيدي أنت تعتقد ذلك وهم ربما يعتقدون ذلك بفعل السياسة والإيديولوجيا. أنا أعتقد أن ألتزم بالمحددات الهوية وبالانتماء لإفريقيا. نعم. توجد ثقافات عربية، ثقافات مختلفة، فرنسية، إفريقية. اللغة العربية الآن توجد في العالم، هناك في أمريكا الناس يتحدثون اللغة العربية، أليس كذلك؟ يدرسون اللغة العربية في بعض الجامعات، في بعض المساجد، في بعض المراكز الثقافية. المشكل ليس بالعرق، هناك مشكل يعني في عندي في سؤالين في بعد عندي سؤالين بعد قبل ما نروح لفاصل صغير ونرجع مع ضيفنا أيضا لأخذ رأيه ويرد على كلامك. يعني عندما كان يقال في كأس العالم المغرب شرفت العرب، رفعت اسم العرب، العروبة والشعوب العربية كلها وراكم، كان يزعجك هذا الموضوع؟ صديقي الإشكال ليس هو هل يزعجني أم لا، الإشكال ذلك الكلام لا ينطبق على حقيقة، على أسس. ممكن للعرب أن يفتخرون بالمغرب، من حقهم ذلك، والأفارقة وإلى آخره، وكل الشعوب التي كانت يعني تشجع المنتخب المغربي. ولكن أنا أعتقد أقول وأؤكد أن المنتخب المغربي منتخب إفريقي أمازيغي، وللشعوب الأخرى أن تقول ما تشاء. وعندما المنتخب المغربي رفع علم فلسطين ولبس ألوان علم فلسطين تضامنا مع فلسطين وما تعانيه فلسطين، ألم يتضامن لأنه يتضامن مع دولة عربية شقيقة؟ يعني ألم يكن تضامنا عربيا مع دولة عربية؟ فإن لم تكن يعني إذا ما كنتوا أنتم عرب، لماذا هذا التضامن مع دولة عربية شقيقة؟ سيدي أنا لا أرى المنتخب المغربي يحمل أي علم، يحمل العلم الوطني المغربي الذي يمثله كبلد إفريقي شارك في إقصائيات الأفارقة. أما اللاعبين فلهم الحق أثناء بعد المقابلة، بعد يعني سفارة يعني نهاية المباراة، من حق اللاعبين أن يرتدوا ما يشاءون. هناك أيضا من ارتدى الأعلام الأمازيغية، وهذا في لحظة فرح نحن لا نشعر ولا نزعج. طيب ابقى معي سيدي، ابقى معي، هذه التمظهرات أن تزعجنا، ابقى معي، دعني أتوقف مع فاصل صغير، ابقى معنا. بعد الفاصل ينضم إلينا الكاتب والمحلل السياسي عبد الصمد بالكبير الذي له رأي يختلف عن رأي عبد الله أبو شطار طبعا، ويؤكد ربما على عروبته. دعونا نسمع الآراء مع بعض بعد هذا الفاصل الصغير، ابقوا معنا. أمازيغ سنة سعيدة، هذه أسوق سماينو، هذه حلوة أسوق إن شاء الله، هذه وربما ننظر. يعني الثقافة الأمازيغية أو الأمازيغية بصفة عامة هي مكون أساسي من المكونات الهوية ديالنا والذاكرة الجماعية ديالنا. عرب أو أمازيغ سنكونوا كنحتفلوا بهذا التراث ديالنا
بانه كيشكل واحد الكنز وطني اللي لازم علينا نورثوه لاولادنا واولاد اولادنا، فهو كنز للمغرب ككل. انا عربيه امازيغيه وكذلك صحراويه. نحن مغاربه توحدنا المغرب تحت رايه واحده. بجوج انا الاصل ديالي امازيغي ولكن كنهضر تبع العربيه ونهضر اللغات الاخرى. انا كنعتبر راسي عربي وامازيغي ولكن امازيغي الى النخاع. تيقول لك سكان المغرب الاصليين بارابيه ولكن هذيك الفتوحات الاسلاميه وداك الشيء، دونك هنا وقع هذاك التمازج ما بين الناس اللي جاوا من المشرق والناس اللي كانوا عايشين هنا. طبعا انا امازيغيه ابا عن جد وكنفتخر انني امازيغيه وبنت المغرب. اعتبر راسي عربي. لا امازيغي وافتخر. إذن بعد ما استمعنا إلى بعض المقابلات مع مواطنين مغاربة، كل واحد كان عم يعبر عن رأيه، وأعيد الترحيب بضيوفي من المغرب عبد الصمد بالكبير والكاتب والمحلل السياسي عبد الله بوشطارت. أنتقل إلى أستاذ عبد الصمد. مساء الخير. مساء الخير أستاذ عبد الصمد، ما رأيك بما قاله الأستاذ عبد الله بوشطارت بأنه لا يعنيه أو لا يمت بأي صلة إلى أنه عربي، إنه أمازيغي ويصر على هذا الكلام؟ أنا شكراً على استضافتي. أنا للأسف بسبب تقني لم أستمع إلى كل ما تفضل بقوله. نعم. ولكن للأسف ما يقوله هو كلام مكرور ويقع كلام ماذا؟ كلام ماذا؟ عفوا كلام ماذا؟ مكروه؟ تفضل. يعني هو يكرر دهاقنة الاستشراق في الغرب، وبالتالي هو لا يقول جيدا مقررة إلى ما يقول الاستشراق الاستعماري أو تفضل سواء الاستعمار القديم أو الاستعمار الجديد. أستاذ عبد الصمد أنت عم تسمعني؟ الظاهرة ليست خاصة بالمغرب. نعم. لأنه بفترة ما عاد أنا سمعت صوتك بشكل صحيح. بدي أرجع أنا وياك نعيد شوي الكلام اللي حضرتك قلته. كنت عم بتقول إنه أنت يعني عندك اعتراض على كلام ما قاله الأستاذ عبد الله بوشطارت، ولم أسمع بعد ذلك ما قلت. هل تسمعني الآن؟ الآن أسمعك. نعم تفضل. جيد. أنا قلت أولا بأن ما قاله ضيفكم ليس من إبداعه، هذه أطاريح طرحها الاستشراق الذي هو وجهة نظر من موقع استعماري، سواء الاستعمار التقليدي القديم أو الاستعمار الجديد. نعم. وبالطبع فقد قيل هذا الكلام ومثله ليس خاصا بالمغرب، لقد تحدثوا عن الآشورية في العراق وعن الفينيقية في لبنان وعن القرطاجية في تونس وعن الفرعونية في مصر، وبالتالي هذه نسخة أخرى خاصة بشمال إفريقيا وبالمغرب. نعم. وبالطبع كل الخطابات السابقة حول المشرق انتهت إلى الهزيمة. المسألة الثانية، نحن نقرر هويتنا اعتباراً للحاضر والمستقبل، ليس الماضي هو من يقرر هويتنا. الملاحظة الثالثة، أن مفهوم العرق لتحديد القوميات هذا مفهوم ليس فقط استعماري، هذا مفهوم نازي. أوف أوف أوف. مفهوم حزب هتلر طبعاً، لأن مفهوم العرق ليس مفهوم علمي. لا يوجد فروق بين البشر عرقيا، كلكم لآدم وآدم من تراب، والدراسات الأنثروبولوجية تثبت بأن البشر واحد، والحالة الحاضرة للبشرية تؤكد ذلك. المسألة الرابعة،
الظاهرة القومية ظاهرة حديثة، لأن الدولة القومية والأمم ظاهرة ولكن مرتبطة بين. ولكن أستاذي أستاذي في كلام مر لا نستطيع أن لا نتوقف عنده. يعني حضرتك وكأنك تتهم كل من يصر على أمازيغيته وعلى انتمائه الأمازيغي في المغرب بأنه طبعاً نازي، بأنه طبعاً نازي وبأنه طبعاً. كيف ذلك؟ أتحدث عن المفاهيم. كل من يتحدث عن العرق فهو يشتغل بإيديولوجيا نازية في العمق، لأن العلماء ديال النازية هم الذين تحدثوا وميزوا في البشر بين أعراقهم، والحال أنه لا توجد أعراق. الذي توجد هي اختلافات ثقافية أو فولكلورية سببها الجغرافية. طيب حضرتك حضرتك تعيش في أستاذ عبد الله، حضرتك تعتبر نفسك عربي أو أمازيغي أو مش عارف أو لا أو لا عرق لك، لا انتماء لك؟ أنت أعطيت الفرصة لعبد الله لكي يتكلم. لا بس أنا أسألك نفس الحصة. عفوا أستاذي، بس أسألك كما سألت عبد الله، أنت ماذا تعتبر نفسك؟ لا تعتبر لا نفسك لا عربي؟ لا أعطيته الفرصة كاملة. طيب سأعطيك الفرصة كاملة، سأعطيك الفرصة كاملة. أعطيني كمل كلامي. ولكن بس سؤال، أنت تعتبر نفسك عربي أو لا؟ جاوبني على هذا السؤال فقط. العروبة لسان وهو يتكلم العربية فهو عربي، والعروبة جغرافية، الفرنسيون الذين يتكلمون في الألزاس واللورين بالألمانية يعتبرون أنفسهم فرنسيين، وسبعمية لغة في الصين، كل الذين يتحدثون بلغات غير اللغة الصينية يعتبرون أنفسهم صينيين، وفي الهند 700 قومية وبالتالي 700 لهجة، ولكن كل الهنود يعتبرون أنفسهم هنودا. الذي يحدد من هو العربي هو الجغرافية العربية، من يسكن هذه الجغرافية، وهي المصلحة الاقتصادية والاجتماعية السوق، وهي الذين يتحدثون الذين يمكن أن يجتمعوا ويتواصلوا باللغة التي اختارها. نعم ولكن اختارها البرابرة. يوسف بن تشفين كان بربري هو الذي قرر العربية، والمهدي بن تومرت بربري هو الذي فرض العربية. نعم. ويعقوب المنصور. طيب خليني بس الموحدية أستاذ بربرية وهي التي فرضت العربية وليس بإرادة أخرى. أوكي خليني بس أنهي هذا الحوار مع رد لعبد الله بوشتارت على ما قاله، ولكن باقتضاب إذا سمحت لأنه داهمنا الوقت. تفضل. لا تطلب مني سيد الاقتضاب، لأن استمعت جيدا للأستاذ عبد الله. ولكن ونحن نعرفه في المغرب، يعطيني وقت جزاك الله خيرا لكي نتفاعل في النقاش، لأنه هذا الكلام الذي يترفض به عبد الكبير الصمد بالكبير هو كلام قديم جدا، وتجاوزناه في المغرب سنوات آلاف سنوات بالضوئية، لأنه لا زال يتحدث بمفاهيم وقواميس متجاوزة صنعها القذافي، وهو يعرف القذافي كثيرا، صنعها مشي العفلاق، صنعها صدام حسين. هذه ديكتاتوريات عرقية تسقي أفكارها المتطرفة ضد الثقافات وضد أنت اللغات تصفه والحضارات. عفوا أنت تتهمه بالديكتاتورية وهو اتهمك أيضا بالنازية، يعني ما عم بفهم. أنا كل من يخالفكم الرأي بيكون نازي أو ديكتاتوري. أنا عفاك أرجو منك اتركني مساحة لأرد على عبد الصمد بالكبير. فضل. أنا كنت صغيرا أقرأ كتاباته قديمة جدا متجاوزة. أنا لا أتحدث بالعرق، العرق انتهى. أنا لا قلت لكم في البرنامج أن أنا لا أتحدث من وجهة نظر عرقية، أنا أتحدث من وجهة نظر ثقافية أنثروبولوجية حضارية.
المغرب بلد أمازيغي، ما يقوله الأستاذ أفكار قديمة جدا صنعها الاستعمار البريطاني ببعض مفكرين في الشرق من بينهم ميشي العفلق وآخرون، وهم مسيحيين وليسوا مسلمين، من أجل طرد يعني تفكيك السلطة التركية في المشرق. وبالتالي في هذه الأفكار وصلتنا للأسف الشديد الذين حظوا بالتعليم بعد الاستقلال من بينهم عبد الصمد بالكبير في مراكش التي هي مدينة أمازيغية، وله الشرف أن يعيش في أعظم مدينة مغربية أسسها يوسف تشفين الأمازيغي وليس بربري، ولم يكن يتحدث الأمازيغية ولا يفهمها، ونفس الشيء في مع الموحدين. إذا نحن في المغرب سأضطر نقاش، أنا نخوض نقاش علمي دقيق بشكل سلمي وهادئ مثل هذه الأفكار تلفظ بها بالكبير، أنا أتحفظ عليها. يعني أنا بعدكم نعمل حلقة أخرى وينتمي إلى مرحلة أساتستي، أنا سأعدكم يعني أنه نعمل حلقة أخرى بيكون فيها الوقت الكافي لهكذا نقاش، بس لأنه اليوم عندنا ارتباطات مع ضيوف آخرين بفقرات أخرى مع هذه الفقرة، يعني أستميحكم عذرا وأشكركم على هذه المداخلات، إن كان أستاذ عبد الصمد بالكبير الكاتب والمحلل السياسي من المغرب، وأستاذ عبد الله بوشطارت الكاتب والدكتور في التاريخ من المغرب. اعذروني يعني أتقدم منكم بالاعتذار على ضيق الوقت، ولكن سنفتح لاحقا مجالا أكبر لمناقشة هذا الموضوع، لأنه موضوع شائك ويعني يجب علينا أن نأخذ وقت أكثر في